تشبه معجزة. ثمنها رخيص ما تتعدى شيء درهم، موجودة في المغرب كله، موجودة في كل دار، ثمنها اقتصادي والمذاق ديالها بنين. فدكتور جمال اشتهر لك نبوح بالاسم ديالها ولا لا؟ صبري واحد شوية، صبري واحد شوية. قلت لي لأن هي معروفة ومشهورة ولكن مهمولة في مجال استعمال التداوي بالأعشاب. للأسف المغاربة ما تعرفوا شيء القيمة ديال هذه الأعشاب هذه ديالنا ديال اليوم، ياك؟ أشبه معجزة، أسرارها كثيرة وهي موجودة كيف ما قلنا، والدورها بين يدينا غير حنا ما تنعرفوه شيء. فعلى بركة الله نبداو دكتور. بسم الله. يلا. هاد العشبة من لا فامي دي زومبيليفير، هي أكلة ودواء في خطرة واحد في نفس الوقت. نفس الوقت. بحال مثل التومة، البصلة، خيزو، البورو أو البوارو. دونك من أثمن وأكرم المأكولات اللي وضعها الخالق في الطبيعة. إيه. علاش؟ لأن أمال الصحة. تستعمل هذه العشبة بأكمالها، الجذور والزرعة ديالها. أهم المكونات اللي كاين فيها واللي معروفة فيها. كاين واحد لو سوبسونس لابيول، تسمى لابيول، سي ان برينسيب استروجين. دونك فيها الفيتامين ا، الفيتامين بي، حامض الفوليك، الفيتامين سي، الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، المانيوزيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، اليود، المنغنيز، الكبريت، الكلوروفيل، وروح نباتي. هذه العشبه اربعه الخطرات غنى بالفيتامين سي من الليمون. من الليمون ومن الكروم، باربع الخطرات في فيتامين سي. وانتم كتفكروا مستمعينا شنو في نظركم هذه العشبه تقدر تكون؟ ومرتان جوج خطرات غنى من الحب رشاد. اييه. هاد العشبه تتستعملاش اولا ضد فقر الدم. فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم ممتازه لهم. صالحه النمو والعدم توازن الاكل، الناس اللي ما تاكلوش مزيان. أيه. اللي هذا الور هذه تتقاد لهم كاع الماكله ديالهم، تعطيهم الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي ناقصين لهم كلشي. وفاتحه للشهيه، الناس اللي ما كياكلوش. ما فاتحه للشهيه. ضد العياء، العياء التام. ضعف الاعضاء الداخليه باكملها. قله شهيه الاكل. ضد الغازات المعدية والمعوية، الغازات اللي كاين في المعدة واللي كاين في المصرانة. أيه. ضد التقرحات المعوية اللي ديال المصارن والتعفنات بأكملها فين ما بغا تكون. ضد السخانة الباردة والسخونة. أيه. ضد آلام الدورة الشهرية، الوجع والصداع ديال العيالة ديال غيرك. سمعتيني. أه. ضد الروماتيزم، ضد لاقوت، هي أمان ديال المرارة، اختصاص للتوترات العصبية لي بارازيت انتيسينو. دونك وتتستعمل بزاف في السرطان. استعمال ديالها الخارجي، اختصاص للسيلان المهبلي، دونك لي بيرت بلونش اللي تيكونوا على العيالات. أيه. الجرح، الصداع، تنقيه العينين، اللي لاسع الحشرات، وضد النمش، اللي ولا النمس اللي عنده لي بوان دروسور. قوليها اليوم هاد العشبات. نقولها. وشوقنا وشوقتينا دكتور معاك هاد العشبات السحريه والمعجزه فعلا. فعندك الحق، ثمنها راه بسيط، موجوده في كل مطبخ وفي كل كوزينه، ياك؟ وكتحضر في كل ماكله وشرموله. بصح. نقول بصح. والميزاره دابا كان قدامه كنت سولو بغا يقول غير بدرهم. بدرهم. هاد القبيطه هذه هي عشبه المعدنوس. وهي اخر اخر هضره. هضر الميزار على الربيع. ياك. هضر على المراه على الربيع. ايوا المعدنوس راه هي عشبتنا ديال اليوم عليها باش كنتكلموا. هاد الاسرار كلها راه موجوده فقط في القبيطه ديال المعدنوس اللي ما كتجاوبش شي الثمن ديالها. درهم واحد دكتور جمال. ياك. اذا غنعاود لهم بالزربه دواعي استعمالها تصلح. واخ. قلنا ضد فقر الدم، صالح النمو وعدم توازن الاكل، ضد العيا، ضد ضعف الاعضاء الداخليه كلها، قله الشهيه، الغازات المعديه والمعويه، ضد التقرحات المعويه ديال المصارن، ضد التعفنات فين ما بغاو يكونوا، ضد السخانه البارده والسخونه، ضد الام الدوره الشهريه، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، امان المراره، اختصاص التوترات العصبيه. وتتستعمل بزاف السرطانات. اشنا هي المعدنوس؟ شحال تيسوى هذا المعدنوس؟ درهم. درهم. غير نقول باش نوضحوا دكتور جمال شكون هما الاشخاص اللي كيستافدوا من هذا المعدنوس. فوالا الور نكملوا. واخا. الزربه وانا غنقول حتى كيفيه الاستعمال والناس اللي غياخذوا. اييه واخا. قلنا الاستعمال الخارجي ديالها صالحه لاش؟ لي بيرت بلونش، السيلان المهبالي. صالحه للجرح، صالحه للصداع، صالحة لتنقية العينين، تاع راه تدار تقطع وتعصر ويداروا اون كوت ولا دو كوت، نقطة ولا جوج في العينين. اللي قرصوا الحشرات راه صالحة. والتجميل ضد النمش، النمش أو النمس اللي هما لي بوان دروسور. دونك كيفية الاستعمال،
غنشدو نغليو 50 غرام الحبوب زريعة لا سيمونس. زريعة ماشي العيدان والوريقات. جدورة جدورة ولا زريعة واخا دونك جدورة فعالين بواحد الدرجة كبيرة. غنغليو غنغليوها مدة 5 دقائق في 1 لتر من الماء. دونك غناخدو 50 غرام فيترو ديال الماء نغليوها 5 دقائق ديال الزريعة ولا ديال الجدورة ديال المعدنوس. إيه. غنخليوها تخمر واحد مدة 15 دقيقة. نشربوا كاس قبل الغداء وقبل العشاء. صالحة لاش ضد الروماتيزم. اللي عنده نقصان كمية البول. إيه. بعد صالحة ليه صالحة ليه بزاف. الحجر في الكلاوي. يعني كتصفي البولة ديالك الناس كاين بعض الناس تنحاصروا البول نحاصر تتصفيهم. هذاك ضد الحجر في الكلاوي وضد الباليديزم ضد الحناش في الامعاء لي زوكسيور. نطبخوا 50 غرام لزريعه المعدنوس و50 غرام لزريعه الكرافس في دونك سمعوا 50 غرام لزريعه المعدنوس و50 غرام لزريعه الكرافس فيتر واحد ديال الماء يتصفى. نشربوا كاس قبل الفطور واحد هذا بالنسبه للحناش اللي كاينين اللي عندهم الدويدات اللي تاكلوا هادو كلهم لي بارازيت داكشي تعطي قتله. تنستعملوا بعض الحالات الاسهال. غنطبخوا مثال بسيط غناخذوا نطبخوا مده 20 دقيقه على نار هادئه 50 غرام من الجدوره ديال المعدنوس حفنه وحده ديال العدس حفنه ديال الروز في ترونس ديال الماء. اييه هذا نشربوا كاس قبل الفطور الغداء العشاء تيساعدنا بزاف الاسهال. حنا كنا المغاربه تنعرفوا غير تقول عندي الوجع ولا عندي لا دياري طايح عندي الاسهال تيقول خذ زريعه المعدنوس. اييه في البلاصه. بيان سور المعدنوس راه ايلي بوليفالون سي ان دو بون دوفيلاسيون ريغولاتور هرمونال ميزان الهرمونات يخلق الماء بيض. المعدنوس تيساعد بزاف في القدره على الرغبه على قطع شرب الكحول. شحال من خطرة تيطرح لي هذا السؤال. أيه. المعدنوس تيساعدنا باش يعطينا ديك الرغبة لا بغينا نقطعوا الشراب الناس اللي تيشربوا. دونك المعدنوس مهم. المعدنوس والكرومة فيهم هذه الخاصية. دونك مثال بسيط غناخذوا 1 لتر من الماء نغليو حتى الغليان نخويوه على 50 غرام من المعدنوس ندير واحد شوية واحد الغرام ديال القشور ديال البومبلوموس ديال الليمون حتى تبخر الماء بالنصف. يبقى النصف نكون دايرين مركز. واخا دكتور جمال اسمح لي لان كيف ما قلتي هذه العشبه راها معجزه فيها اسرار كثير وطريقه استعمارها صالحه لكل افراد الاسره. ثم ديالها اقتصادي وراه موجوده في كل مطبخ وكل كوزينه ياك. غادي نمشيو يعني 24 ساعه 24 ماشي فقط غير في وقت بث البرنامج. دكتور جمال سقلي رجعنا من جديد لهذه العشبه المعجزه ديالك اللي هي المعدنوس. وي اختي فين وصلنا؟ الور لا خدينا مثال بسيط الورق ديال المعدنوس. إيه. مشناهم قطعناهم صغار لا حطيناهم على الجرح تيقضيو على الجراثيم. تيلحموا هذا الجرح. بيان سور قلنا قبيله ضد لسعات الحشرات كيف ما بغى يكون. دونك لا حطينا هذا المعدنوس وباقي فريه هو غدا العشبه غدا دونك فريه يكون باقي فري. لا خدينا حطيناهم على الثدييين مثال بسيط تيجفوا حليب ديال المراه اللي تترضع. قلنا ضد لي بوان دروسور النمش والحساسيه ديال البشره ديال الوجه كيف ما بغات تكون وتحسي كتصفي يعني كتعطي واحد النضاره للبشره معلوم معلوم سمعي. دونك ضد لي بوان دروسور ضد النمش والحساسيه ديال البشره كيف ما بغات تكون نوعها. لا درنا على الوجه مرتين في اليوم عصير المعدنوس او نقيع المعدنوس. دونك عصير المعدنوس نقطعوا المعدنوس بحال بالموس كي تنديرو نعصروه ناخذوا الماء ديالو ولا العصير ديالو فري نقدروا نديروه ديريكتومون فري ولا نقدروا مثال بسيط نشدوه ناخذوا الماء غالي ونخويو عليه. دونك اش قلنا؟ قلنا نقيع المعدنوس واحد قبطه ديال المعدنوس نفرغوا عليها نص سيترو ديال الماء حتى الغليان ونتركوها واحد 15 دقيقه راها ممتازه تتصفي الوجه من النمش. يعني استعملوا على شكل الصون تنمسحوا بها الشعر وتتبيض وتتبيض الوجه. أيه. لتبيض الوجه وضد الكلف البقع السوداء اللي كاينه. قبطه ديال المعدنوس في ربع ايترو ديال الماء الساخن حتى الغليان نخليوها تخمر واحد ربع ساعه نصفيها وتستعمل دافي ماشي بارد. تستعمل دافي الا بغينا نبيضوا الوجه مزيان وكلشي نساو نحيدوا الكلف وداكشي نستعملوه دافي على الوجه في الصباح وفي العشيه ولا بالصباح والليل. أيه. مده ما تقلش على اسبوعين 15 يوم. يعني من الاسبوع الاول كتبدا تبان النتيجه. بيان سور. أيه. عندنا الا خدينا 4 كاس من العصير العشبه وهي دائما فريش غدا قبل الفطور قبل الغدا قبل العشاء ضد تجمع السوائل لا روتونسيون دو ضد لي زودام
ضد السخانة، ضد فقدان القوة والضعف الأعضاء بأكملها، ضد أوجاع الدورة الشهرية. إذا أشغل لأخذه نقطعوا القزبر والمعدنوس نصفيه ولا خذوا ربع كويس بالوريقه ديالو بالعويده ديالو كلشي ليه كلشي هذاك قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. طيب يستحسن باش يتخاذ الدواء يعني قبل الدوره الشهريه ولا اثناء الدوره؟ لا دابا اللي عندها الوجع ياك يعني تاخذه قبل، تاخذه واحد 5 ايام ولا 6 ايام قبل باش يعطيها مفعول باش ما يجي لا وجع لا صداع لا حتى حاجه. واحد التحذير اخذ او اكل او شرب المعدنوس بمقادير عالية راه ماشي خالي من الضرر، راه يقدر يؤدي صداع الراس او الشقيقة ولا السكر مع لي كونفولسيون. مع اذا ما خدناش نتجاوزوا القياس المعقول اللي حنا كنقولوا عليه، الا خذوا غير شوية راه فيه منفعة كبيرة. لفتنا واحد القدرة تيرجع الدار السيدة اللي كتقلي الحمل مثلا ممنوع دائما. شوف شوف دائما اللي حاملة ما تاخذ والو، تاخذ انا من الحوايج غير اللي ضد التشنجات ديال الوالده والدخيل والمعده وداك الشيء. اذا تفادى هادشي كله انا تنصح خذوا غير 4 معالق صغيره ديال الكمون في الصباح وفي العشيه. واخا الاشخاص اللي عندهم طونسيون عندهم الضغط ياخذوه ياخذوه ما عندهم حتى مشكل ما عندهم حتى مشكل. الاطفال الصغار اقل مثلا من 10 سنين ياخذوه سون بروبليم، راه تياخذوه يوميا في ماكلتنا. واخا ناخذوه كما قلنا على طرق مختلفه، يا اما ناكلوه هكاك صاين خضر طري في شليده ولا في شي حوجه. احسن حاجه هو خضر دائما ياك، او ناخذوه على شكل لوسيون الا كنا غادي نشربوه في الصباح وبالغدا وبالعشاء. ويقدروا يحليوه بالعسل، يقدروا يدخلوه في العصير، يدخلوه فاش ما بغاو كاع تحت وصبناها يديروا صوبه وتا الاخر لا سوب يقطعوا يعصروا ويزيدوا في لا سوب او ما طيبوه ما حتى حاجه ولا سوب راه بنينه اصلا. يعطيك الخير دكتور جمال، اسرار فعلا ومعجزات ديال هذه العشبه ديال اليوم. احنا معك في الجزء الاول كنخصوا نعم كنخصوا كيف ما تنقولوا كنعطيو افكار عن انواع مختلفه ديال الاعشاب اللي كنهملوها ولكن فيها العجب الفيتامينات والاملاح المعدنيه راه خرج العقل. غادي نمشيو دابا وجهه نظر ستوندار وغادي نجاوبوا على الرسائل القصيره رسائل اس ام اس باش نعطيو كل واحد حقه ياك دكتور. سعد إذا كان ممكن تأمين مكالمات نبداو نقراو شويه ديال الرسائل القصيره. غادي نبداو باختي سعديه. سعديه كتقول السلام عليكم، انا سعديه من ولاد زم، واش كاين يعني نقدروا نلقاو شي حاجه اللي كتحيد الاوجاع ديال البطن وكذلك الالم ديال المعده؟ حنا يمكن قلنا المعدنوس راه فيه شفاء. قلنا المعدنوس كاين بابونج كاين السالميه كاين كنا المغرب كله تعرف الكرويه، تعرف حبه حلاوه، تعرف الزعيتره، يعرف الزعتر، كاين الريحان، كاين بزاف. واخا كتسول كذلك واش ممكن نجمعوا دكتور جمال ما بين الدواء بالاعشاب والدواء ديال الطبيب؟ تنصح به. كتنصح به؟ يعني ما نوقفوش الادويه ديال الطبيب؟ لا ما نوقفوش الدواء ديال الطبيب. كتقول كذلك كتعاني من مشكل ديال ليطاش ديال الحبوب في الوجه ديالها، وهذه كتداوي منه تقريبا 6 سنين ما لقات حتى شي علاج، شنو دير؟ الور اولا واش البشره جافه؟ واش ميدمه؟ واش عاديه؟ ما عطاش بالتفاصيل دكتور جمال، وهادشي علاش كنقولوا دائما نكتبوا شرحوا الحاله ديالكم بالتفصيل. دونك غاتاخذ راه هضرنا على واحد الوصفه سهله شحال من خطره اللي ما فيها حتى ضرر. خذي يا اختي غسلي وجهك بالماء والصابون جوج خطرات، خلي الصابون الخطره الثانيه خلي واحد 30 ولا 40 ثانيه تقرب ينشف وجهك، غسليه مسحي، خذي الزيت البلديه ديريها لوجهك، خليها ساعه ونص جوج سوايع ثلاثه سوايع تتقربي تنعسي ومسحيها. خذي ليمونه العصير عصريها، خذي العصير ديريه لوجهك، صبري واحد دقيقه عاودي دوزيام كوش حيت دايره الزيت من تحت وما غيشدش مزيان وباتي بها، والغد غتبان لك بين الليل والصباح غتبان لك نتيجه. لا دوزتي واحد 10 ايام متابعه راه وجهك يبيض من ذاك الشرفيع والطبيعي يحيدو. ما تنساوش منين تيبيض الوجه راه تبدا تبان الطبعه. 3 ايام 4 ايام بدا ندير ذاك العصير غير الطبعه غير المكان ديال الطبعه اللي فيه. الهالات السوداء لا سيغن تهما كيصح لهم لي سيرن لا كان المشكل جاي من الكبده راني نصحت بالخرشف، الورق الخرشف راه ممتاز لواحد الدرجه كبيره. هو الاختصاص رقم واحد، كاين بوعقاد كاين بزاف راه ما نعد لكم هذاك. نعطي مثال بسيط لا بغيت نعد بالزربه هذاك، عندنا الدنجال عندنا الفراز عندنا اليزير عندنا المصاصه عندنا الشفرجل.